الله وبركاته. احنا هنا في مولد السيدة حورية بالصلاة على النبي. احنا عاملين خيمة ومتعودين بنيجي كل سنة. ابويا دي له 50 سنة في المولد بتنقل، وامي مسكت مكانه وامي اتنقلت، وانا دلوقتي ماسكة مكانهم في المولد. وعادة يعني ان شاء الله ربنا ما يقطعها لنا. وبنحب نوكل الفقراء والناس الغلابة والمساكين، وكل سنة وانتم طيبين ويعودها علينا وعليكم بخير. كل سنة وانت طيب يا باشا، وعود عليك بخير ويخليك وطول عمرك. بنطبخ اهو للسادة زينة، بنطبخ للسادة زينة. وكل سنة وانت طيب يا غالي يا ابن الغالي، وعود عليك بخير. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الكرام الأطهار الطيبين، أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل عام وحضراتكم جميعا بخير. ومناسبة حلول شهر رمضان المبارك، عاد الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير والبركات. ونحن الآن نتحدث من مقام ستنا السيدة حورية رضي الله عنها وأرضاها، بنت الإمام أبي عبد الله شرف الدين الإمام الحسين، وهي طبيبة آل البيت ستنا السيدة حورية. ونحن يعني على العادة السنوية أننا نحتفل بحضراتها ومن عند حضراتها، وزي ما حضراتكم شايفين طبعا دي خدمة لإطعام الطعام كما عودونا آل بيت رسول الله. إن أهم حاجة في الخدمة دي إطعام الطعام، كما قال سيدي عبد القادر الجيلاني: لقمة في فم جائع خير من بناء 1000 جامع. وجزاكم الله خيرا، وكل عام وحضراتكم جميعا بخير. نحن في هذا المكان الطاهر من بيوت الله، في مسجد أو ساحة صاحبة الفضل وعروسة الصعيد وشرف لمحافظة بني سويف، ستنا السيدة حورية بنت مولانا الإمام أبي عبد الله الحسين وأخوها سيدي علي زين العابدين، وأختها السيدة فاطمة النبوية والسيدة سكينة، وينتسبهم نسبهم الشريف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم